نشكر الأمير محمد بن زايد على مساعدته لنا، وأحسن والله أحسن مساعدات اتصلنا من دولة الإمارات، وللأمانة دائما داعميننا ودائما واقفين معنا في قطاع غزة الحبيبة، وإحنا محاصرين ودمار وكله، ودائما دائما الإمارات هي المساعدة لنا. نشكر دولة الإمارات ونشكر الشيخ محمد بن زايد على الوقفة هذه وعلى وصمة الخير اللي عملها معانا، ولولا الله ثم هو يعني فيها سد جوع الناس، سد رمق الناس، بنشكره بكل قلب وبكل حب وبكل محبة. نشكر حكومة الإمارات، شكرا جزيلا لحكومة الإمارات. عاش من الإمارات يا أخي، كل الحب للإمارات. الإمارات شكرا لله، شكرا لله. الشيخ محمد بن زايد. والله عاشت الإمارات، عاشت. شكرا للإمارات اللي بتطعمنا وتسقينا ويخلف عليها ويخلف عليهم كلهم. هيا الله رزق فيها كرتونة التمر والحمد لله. بنحيي دولة الإمارات على جهودها المبذولة بعد مجاعة في غزة. شكرا لك يا الإمارات. وصلتنا إلى مجاعة حقيقية. الله يخلي الإمارات. الله يخلي الإمارات. الغذائية تم نجاة 8000 نفر في قطاع غزة. يعني الإمارات وبس. يعني بس الإمارات وخلص. الرزق كله عندك. هيو الإمارات وبس. كل الحب لعيونك. احنا بنحيي الامارات، بنحيي كل شعب الامارات اللي بيدعمونا وبطعمونا وبيشربونا. تحيا الامارات، الله اكبر. مشكورين لاهلنا الامارات، كل الحب لهم. حياك الله. شعبنا احلى الامارات، هاي اللي بيشبع، والله ما في اللي بيشبع هذا. تحيا الامارات، سلام عليكم. نشكر الامارات، نشكر الامارات على كل اللي صار. الامارات يحلف عليه كل الدول العربيه اللي بتدعم غزه. نشكر شعب الامارات واطفال فلسطين مع الامارات. احلى تحيه من اطفال غزه للامارات.